أكو أشياء سوتها حكومة السوداني أو جتي مع حكومة السوداني، إحنا هاي الأشياء ما نحس بيها أو مو واضحة للعيان، بس هي ترى مهمة. أولاً حكومة السوداني وقفت صراعات مسلحة كادت أن تؤدي بالبلد إلى يعني انهار من الدم، وهاي نقطة ترى مو قليلة، يعني هذه نقطة تذكر ذيك الأيام شلون كانت أيام مرعبة ومقلقة لكل العراقيين. هذه واحد. اثنين، نعم، الدرونات والكاتيوشات والصواريخ اللي كانت توصل مرحلة أن تقصف بيت رئيس الوزراء، يومية السفارة الأمريكية داق الغارة، ويومية السفارة الأمريكية هذا النظام الدفاعي مالتها مشتغل، ويومية ضاربين أربيل، ويومية ضاربين معرف وين. هذا الجانب المخيف المرعب اللي كانت الدولة العراقية تعيش صراع داخل قلب الدولة، هذا همينة خليه في حساباتنا الآن. ما شغلة الثالثة، كان التطاول على رئيس الوزراء والقادة الأمنيين الخط الأول الأساسي، عملية مستمرة بشكل يومي، إهانة رأس الدولة وإهانة رئيس البرلمان، اتهام القوى السياسية بالتطبيع والعمالة، اتهام حتى شخصيات المفروض هي فوق الشبهة مثل سيد مقتدى الصدر، مثل المرجعية الدينية، بأنهم يمررون مشروع إسرائيلي أمريكي بريطاني سعودي إماراتي. هاي تتذكر هذا النشيد وهاي القوانة، هذا همينة تجاوزناه. عمليات الخطف والقتل بالمتظاهرين بالمواطنين، هذا أيضا ملف كان مؤذي بالنسبة للناس، همينة توقف. يعني أكو عدد غير قليل من الأشياء اللي حصلت خلال فترة تولي حكومة السوداني، لكن بالتوصيفات التي كنت تقول عنها أنها توازنات قد أحدثتها حكومة السيد السوداني، الدرونات، التطاول على رئيس الوزراء، ضرب السفارات، الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، قضايا أخرى كانت هذه الجهات تستخدمها للضغط ولإسقاط الحكومات، الآن اختفت لأنهم هؤلاء قد وصلوا أو أوصلوا من يريدون إلى السلطة، أليس هذا الوصف الأكثر دقة في الموضوع؟ وبالتالي اختفت. جيد، هو هذا اللي هو أنا دا أقوله، هذا دا أقول أنه أنت بدل أن تخوض حرب أهلية لغرض إسكات هاي الأطراف المسلحة ولغرض الحصول على الاستقرار والانفتاح على الدول العربية وخلق مناخ جديد للتفاهم السياسي، انت الان محمد الشيعي السوداني اجى خلق لك هذا التوازن من دون ان تخوض هاي الحرب. بقت هذا ببلاش؟ اكيد مو ببلاش، ما يجي ببلاش. يعني فانا دا اقول انه انت دائما، ارجع اقول لك، الاشياء اللي ما نحس بيها هي الاهم، هذني اشياء مدى نذكرها اليوم، نعم، لانه تجاوزناها، بس هذا اني مو شوية، هذا اني مهمات. يبقى هل اكو ثمن لو ما اكو ثمن؟ لا، انا اقول لك اكو ثمن وثمن كبير، وهو الثمن واحد منها انه عفوا، ما هو الثمن؟ الثمن اولها هو موضوع نفوذهم داخل مؤسسات الدولة وخصوصا الامنية. يعني انت تعرف الان مثلا أكو أكثر من 17 ضابط من رتبة لواء إلى عميد إلى مقدم إلى عقيد إلى غيره، من اللي اشتركوا بالمرحلة السابقة ضمن اللجنة مال الأمر الديواني بقيادة الفريق أبو رغيف. هاي اللجنة اللي اعتقلت مجموعة فاسدين وسوت مجموعة إجراءات حققت بمستوى معين من الأمن، هذول الضباط الآن معتقلينهم، بينما يعني الناس اللي هم ثبت عليهم تورطهم بملفات فساد وصدرت بحقهم أحكام قضائية باتة، زين، اطلق صراح، أبو كيكارت ومثل نور ومثل غيرهم، هاي الناس اللي تملك اللي هم سموها صفقة القرن وسموها ما أعرف إيش، هذول يطلق صراحهم الآن، وشخصيات سياسية متورطة بالمال العام وصدرت بحقها أحكام قضائية باتة يعني بعد الاستئناف، هذولا يطلق صراحهم، وذولا ضباط الدولة ورجالاتها يعتقلون.
وهكذا عملية تضييق على أجهزة الأمن، على أجهزة القضاء، المؤسسات، أنه تعالوا طمطموا الأمور وطمطموا الملفات. طبعا هذا بالنسبة إلى محمد الشياع السوداني تحدي.